مجلس العرب دي عليها اكتر من 250 سنه، اكتر من 300 سنه، جيل يجي ورا جيل. والله وانتم مقعدكم ريتوا والله استحاله، والله عملت حاله، والله عملها عيدوا لنا الجاه. الكبار بتاعت العيله وبتاعت القبيله يقروا الفاتحه ان احنا انت هتمسك البشعه دي امانه، لا تمشي مشي جدودك، تمشي بما يرضي الله بين الناس ومن بعضيها، لا في تغش فيها، ولا طبعا اللي هو جاي عايز ياخد براءته والتاني عايز ياخد حقه، لازم تمشي بما يرضي الله. يعني طبعا هو الشعب المصري عرف ان دي بتطلع الحقيقه وبتظهر الساده من الكذاب، فكله لجأ لينا، لازم بيروح مثلا الشرطه مثلا بيعتقد